مرحبا طلاب، اليوم عندنا تجربة جديدة من تجارب مختبر الدوائر الإلكترونية. تجربة اليوم هي الكليبر سيركت. شنو يعني كليبر سيركت؟ الكليبر سيركت يعني احنا نقطع جزء من الفولتية. ايش قد نحتاج فولتية بالدائرة نمررها، واذا اكثر من هاي الفولتية اللي نحتاجها تقطع الدائرة. شلون نحضر بالبداية الكليبر سيركت؟ نبدا بتجهيز الموجة مال الادخال الانبوت سيجنال. شلون نجيب هذا الواير كوكسل كيبل، هذا بجانبين، نربط الاول بالفانكشن جنريتر هنا بالاوتبوت، والثاني نربطه بالشانل 1 هنا نربط، بعدين نشغل فانكشن جنريتر، نشغل الاوسيلوسكوب. ايش قد لازم نسوي التردد هنا؟ لازم نسوي 1 كيلو هرتز. شلون نسوي 1 كيلو هرتز؟ تختارون منه اكو 1 كيلو هنا، تدوسون على 1 كيلو، بعدين منه تحركون بحيث يصير 1 كيلو هرتز. ورا ما سوينا هاي اللي هي 1 كيلو هرتز، ننتقل لهنا للاوسيلوسكوب، لازم نسويها 1 فولت، هي 2. شلون نسويها 1 فولت؟ نجي منه نحركها صارت 1 فولت، وكم مربع؟ 6. 1 2 3 4 5 6 حتى تصير 6 في 1 6 فولت. بيك تو بيك السكيل مال الموجه طالع بهذا الشكل، تقدرون تخلوه بالشكل الطبيعي اللي احنا نتعامل وياه اللي هو بهذا الشكل، عادي ماكو فرق. منه تجون تحركون وتغيرون السكيل مال الموجه. هسه هيجي احنا ربطنا الموجه مالتنا الانبوت سيجنال، هسه نبدا نربط الدائره مالتنا مال الكليبر. الكليبر سيركت مالتنا ترسم الدائره مالته بهذا الشكل اللي هو عندنا بالبدايه فانكشن جنريتر بجزء موجب وجزء سالب. الجزء الموجب مالته يطلع الى مقاومه، المقاومه قيمتها 1 كيلو اوم. هاي المقاومه من الموجب الى المقاومه، تطلع من المقاومه تروح الى دايود بهذا الشكل اللي هو شو يكون؟ يكون فورورد. يطلع من الدايود يروح الى الباور سبلاي اللي هو موجب بالبدايه، موجب هنا بعدين سالب، بعدين يطلع من الجزء السالب يرجع وين؟ يرجع للفانكشن جنريتر. هسه هاي الدائره مال الكليبر خلصت. بعد لازم عندنا شلون نطلع الموجه بالاوسيلوسكوب. ناخذ طرف منا اللي هو من الجزء الموجب مال الدايود، منا ناخذ طرف، وناخذ الطرف الثاني من السالب مال الباور سبلاي. هذا هو الطرف الثاني. هذين الاثنيناتهم بيناتهم هو شنو؟ هو الاوسيلوسكوب. هاي الاوسيلوسكوب. فنجي نرسم هاي الدائره. هسه نجي بالبدايه، عندنا اول شيء نبدا منه هو هذا الفانكشن جنريتر، يطلع منا من الموجب مالته وين يروح؟ يروح الى المقاومه اللي قيمتها 1 كيلو اوم. نجيب الوايرات مالتنا، هذا الواير نربطه هنا بالاوتبوت، الاوتبوت مال الفانكشن جنريتر، وناخذ الواير الاحمر اللي هو الموجب عاده، ناخذ الواير الاحمر نربطه بهذا الواير الثاني، وين نوديه؟ نوديه الى الموجب مال المقاومه ال 1 كيلو اوم، هاي ال 1 كيلو اوم المقاومه، خليها هنا بالموجب. بعدين ايش عندنا بالدائره هنا؟ تطلع من السالب مال المقاومه، هاي السالب مال المقاومه موجب سالب، تطلع من السالب مال المقاومه وين تروح؟ الى الموجب مال الدايود. خلينا نجيب الواير نربطه بالموجب مال الدايود. يعني راح تطلع منه اللي هو السالب مال المقاومه تروح الى الموجب مال الدايود بهالشكل. وراها من السالب مال الدايود نروح الى الموجب مال الباور سبلاي. شلون؟ نجي من هنا، هذا عندنا هذا الواير العادي مالتنا، بعدين نربط هنا اللي هو السالب مال الدايود، هذا الموجب هذا السالب، الواير ناخذه الواير العادي نوديه وين؟ نوديه الى الموجب مال الباور سبلاي. هذا الباور سبلاي خليه هنا بالموجب اللي هو الاحمر. وراها رجع من السالب مال الباور سبلاي الى السالب مال فانكشن جنريتر. شلون؟ من هنا، هذا هو السالب مال فانكشن جنريتر، يطلع من هذا الواير مالتنا اللي هو الكوكسل، الموجب وديناه للدائره، السالب نربطه بهذا الواير، هذا الواير نجيبه وين؟ نشكله بالسالب مال الباور سبلاي هنا. هسه حتى نشوف الموجه الناتجه عندنا من هذا الربط كله، قلنا انه لازم نربط بالاوسيلوسكوب. الاوسيلوسكوب راح يكون بطرف مربوط بالطرف الموجب مال الدايود هنا، بالموجب مال الدايود، والطرف الثاني نربطه بالسالب مال الباور سبلاي. يعني طرف من الموجب مال الدايود وطرف من السالب مال الباور سبلاي، اثنينهم يروحون الى الاوسيلوسكوب. هسه هذا الطرف اول شيء راح نربطه هنا بالاوسيلوسكوب. هذا الواير اللي جبناه من الاوسيلوسكوب يطلع منه اثنين اللي هو سالب وموجب. الموجب مالته اللي هو الاحمر اللي هو هذا الواير الموجب، وين راح يروح؟ راح يروح الى الموجب مال الدايود هنا. صار الموجب مال الدايود. الطرف الثاني اللي هو السالب او هو الاسود، يا يعني السالب مربوط بهذا الواير، هذا وين راح يروح؟ راح يروح الى السالب مال الباور سبلاي هنا. هسه ورا ما كملنا رابط مالتنا وشغلنا الباور سبلاي وشغلنا الفانكشن جنريتر وشغلنا الاوسيلوسكوب، المفروض تطلع عندنا الموجه الناتجه بهذا الشكل.
اللي هي موجه مقطوع جزء منها بمقدار 2 فولت بالجزء الموجب. هاي الموجه الناتجه وهاي التجربه اللي سويناها هي يسموها البوزيتيف كليبر. ليش؟ لان تقطع جزء من الموجه بالجزء الموجب مع الموجه. اذا اريد نسوي النيجاتيف شلون؟ بس نعكس الاقطاب مال الباور سبلاي ومال الدايود. لان الاقطاب مال الباور سبلاي هنا مش لاحن هيجي، نجيب السالب نخليه بالموجب والموجب نخليه على السالب، ونفس الشيء بالنسبه للدايود نحول الموجب بمكان السالب ونجيب السالب بمكان الموجب. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا القطع بالجزء السالب بالاسفل، راح يصير عندنا القطع. اذا هاي هي النيجاتيف كليبر سيركت. ولهنا بهالشكل ورا ما عرفنا البوزيتيف كليبر سيركت والنيجاتيف كليبر سيركت هيك تكون انتهت.